بتوع الدوري الامريكي دول جم عملوا ايه من سنين على فكره، من اكتر من 20 سنه. قال لك ايه؟ قال لك احنا عشان نظبط موضوع الرواتب بتاعت اللعيبه دي وبيبقى في منافسه حقيقيه في الدوري، وفي نفس الوقت نشتغل ان احنا نزود شعبيه اللعبه في امريكا، لان انتوا عارفين طبعا الكوره مش اللعبه الشعبيه الاولى في امريكا، عندهم الباسكت بول وعندهم الامريكان فوتبول وعندهم البيسبول وعندهم الايس هوكي وعندهم حاجات تانية. فراهم قايلين ايه؟ طلعوا قانون من 20 سنه جامد جدا يا استاذ شريف، والناس دي على فكره عباقره، لو وريتك ازاي بيعملوا اسال جو بيعملوا ايه في الان بي اي والبتاع هتعرف الناس دي سابقنا، ناس عباقره. قال لك ايه؟ قال لك السنه دي مثلا ان التوتال بادجت بتاعت كل الفرق ما ينفعش تعدي كل فرقه 2 مليون دولار، وكل فرقه ليها لعيب اديله اللي انت عايزه اوبن بادجت. ليه؟ عشان يضمن ان يبقى في مساواه في او تقارب ما بين اللعيبه. فاهمين؟ فاهمنا يا استاذ؟ طبعا تمام. واللعيب بقى اللي هو سايبه له في الاوبن بادجت ده ليه؟ عشان يقدر تو اتراكت لعيب كبير يقدر يزود اللعبه الشعبيه زي بيكهام زي روبي كين زي انخل زي اللعيبه تصعد من الشامبيونشيب، مش تاخد 170 مليون سليم عشان يقدر ينافس فوق. دي ما دي تي في رايتس. لا بس انا بكلمك، شفت الناس عملت ايه؟ قال لك ان النهارده مثلا تخيل الكلام ده حصل في مصر، الناس بتفكر خلينا النهارده تخيل ده الكلام ده عاملينه من 20 سنه، دي ناس محترفه مش هواه. انا قلت لك بدايه الكلام بتفكر. احنا ناس هواه. طب واحنا ليه ما نحاولش نبقى محترفين؟ بندير عمل احترافي. طيب يبقى هيبقى النتيجه عشان كده عشان الحل زي ما حضرتك بتقول يبقى نفكر. لازم نفكر. ممكن حد فعلا من اتحاد الكره قاعد لا لازم الاعداد اللي زي دي تفكر عن في حلول تقرب المواضيع. يعني دي ممكن، يعني القصه دي بس ممكن ان هي شريط تفجر مواضيع ان الفرقه تقرب من بعض. الناس المشكله ايه؟ المشكله ان احنا بنصطدم بايه؟ احنا عندنا خبراء في التسويق اللي هم بيعملوا كل الشغل اللي في مصر. خبراء مين في التسويق؟ مش في الكوره. ما بتكلمش في الكوره. خبراء في التسويق في كل حاجه. في كل في حاجه في مصر. ماشي. في يعني الطفره اللي احنا افتكرت في خبراء في التسويق في الكوره. لا الطفره الانشائيه اللي احنا فيها دي كلها بشكل عام في مصر كلها، والمشاريع اللي دي ناس خبراء اللي عاملينها. ليه ما نستعينش بخبراء في تطوير الرياضه المصريه وكره القدم بشكل خاص؟ علشان لازم الموضوع يرتبط يا استاذ شريف. يعني ليه انت النهارده لو جبت خبير تسويق مثلا في الريل ستيت مثلا في العقارات، صح؟ هيفهم ازاي؟ لا طبعا لازم يبقى في حد معاه بتاع يقول له يوضح له اهداف اللعبه. يعني مثلا ايه في الام بي اي مثلا؟ في الام بي اي وطبعا نموذج ناجح جدا، اكتر ناس بتدخل فلوس وقصه يعني كبيره جدا. قال لك ايه مثلا؟ بص الذكاء. قال لك ان اللعيبه بتاعت الجامعات في الـ لما بيجي اللعيبه بتاعت الجامعات تطلع ويجوا يختاروا من اللعيبه، احسن لعيب في الجامعات ليه الاولويه انه يروح للنادي الاخير. اخر الدوري. انت فاهمني قصدي ولا لا؟ يروح النادي الاخير ليه؟ بالترتيب. عشان ايه؟ بالترتيب. وبعد كده هو لو عايز يبيعه يبيعه، بس ليه الاولويه انه يروح النادي الاخير ليه؟ عشان يضمن الانديه الصغيره تاخد احسن لعيبه باقل ايه؟ باقل فلوس. ده حصل من السنه اللي فاتت. حصل من سنتين كان في لعيب اسمه زاين ويليامسون، ده لسه طالع جديد، راح نادي ضعيف جدا اسمه نيو اورلينز بيليكنز. راح فعلا ولسه موجود. عارف لما جيت دورت بقى القصه دي، ان القصه دي يعني دخلت قعدت ادور عليها. قال لك ايه؟ قال لك ان الافضل للعيب الصغير اللي لسه طالع من الجامعه ان هو يلعب في نادي اقل ضغوطا عشان يقدر ياخد التدرج الطبيعي بتاعه. ناس بتفكر يا جماعه. هل هم عملوا الكلام ده من غير ما يقعدوا مع ناس بتاع باسكت بول يقولوا لهم الاهداف الحقيقيه من اللعبه والكلام ده؟ ما ده لازم ده يحصل. لو جينا بقى قلنا الكلام ده في الكوره هنا في مصر، الناس اللي مهيمنه على الكوره او اللي بتدير الكوره في مصر دي البيضه اللي بتبيض لهم الذهب. تيجي تقول له يا جماعه اعمل رابطه انديه محترفه، يقول لك لا. طب هات خبره في التسويق يسوق لك الدوري المصري، الدوري المصري ممكن يبقى اقوى من كده بكتير وجيب عوائد كتير، يقول لك لا هو كده كويس عشان احنا بنفرق التورته على بعضينا. دي التورته ماشي. بدليل ان احنا بقالنا فتره طويله جدا وفي الرياضه تحديدا عمر الانتخابات ما بتفرز الاصلح. في الرياضه تحديدا عمر الانتخابات دايما تفرز اصحاب المصالح المشتركه ما بين جمعيه عموميه وما بين مجالس ادارات. فده الحال. فبنوصل في النتيجه ان النادي الاهلي الجمعيه العموميه رأت ان كابتن محمود الخطيب هو الافضل ان هو ده كيس حاله مختلفه. حاله مختلفه في حته تاسعه كده زي ما قال كده حته تاسعه ماشي. طيب ماشي. بس عايز ارد بس على حاجه هو جيت معاك. طب دلوقتي في تعارض مصالح ما برزنتيشن دي جهه مسؤوله من الدوله عن
رعايه الانديه. يا فندم بس صح ده الراعي دلوقتي. ثواني طيب ثواني طيب بس عشان بنت اساسا كابتن. طب هتكلم. طب هديك 30 ثانيه. 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه وبعد كده مين؟ طب ثانيه ترجع شمال. بعد ما حضرتك بنيت اساسا كابتن الاهلي بياخد نص مليار. الاهلي بياخد نص مليار. الزمالك بياخد كام؟ بياخد 180. ما ينفعش. طب انا اقول ده برضه الاهرام. طب انا اقول لا ما انا هرد عليك. هرد عليك بعد ما استحمل يرد عليك. هرد عليك بعد ما استحمل يرد عليك. ما بهزرش. انت ينفع شركه وطنيه يبقى اعلانها الاهلي؟ ينفع لو سمحتوا. ينفع بنك يعلن يبقى راعي الاهلي وراعي الزمالك ويقول لك ايه معاك يا اهلي؟ طب يعني انا مدام اهلاوي هروح احط فلوسي في البنك دوت عشان اعمل اعلان؟ ولو انا زملكاوي مش هحط؟ المعادله مختلفه يا باشا. المعادله مختلفه. طب انت تفسيرك ايه للمعادله دي؟ طبعا دي تراكمات سنين كتير قوي قوي قوي. تراكمات سنين اجيال ورا اجيال. ان هي معلومه ان انت عشان لازم تعلن في الحته دي عشان تبيع. وانت ماشي يا سيدي منتج هتعلن. لا وليه لعبه الاهلي؟ لعبه الاهلي اكثر هجوميه من لعبه الزمالك ان هي تعمل اعلانات. ولعبه الزمالك ما تعملش اعلانات. هو ميدو ميجي الزمالك ولا شيكابالا لما كان في الزمالك ما يعملش اعلان في اي حته في العالم؟ لا بس ممكن ارد عليك من الاهلي بوينت اوف فيو يعني او من وجهه نظر الاهلي ان هو يجي يقول لك ان النهارده المستثمر بيبحث عن المكان الاكثر استقرارا. أيوة. وبيبحث عن المكان ثانيه. تمام. بيبحث عن المكان اللي ما اللي اللي, اللي مسؤوليه ما بي ما بي ما بيدوش باد ايمج للمنتج بتاعي. طب اجاوب على البرودكت بتاعي. اجاوب على النقطه. انت فاهمني قصدي ولا لا؟ طبعا الاكثر. انا جاوبت صح بالنسبه. طبعا الاكثر. لحظه بس الاكثر. الاكثر استقرارا. هو مين اللي عمل عدم استقرار؟ انا. الجماعه دول. مين اللي عمل؟ جاوبني بس. الاجابه عند مش عندي. ولا انا عايز بس الساده المشاهدين يفهموا ان انا لما انا في طريقه في الاعلام اسمها ذا ديفل افوكات اللي هي محامي الشيطان. فانا دايما ببقى المحامي بتاع لا لا الـ 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 طبعا العنصر الغائب. لا لا هي قصه. بص يعني عشان الناس بس ما تقولش ميدو جايب صف. لا 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 لا, لا هي قصه اللي انت بتطالب ان بالمساواه بالعداله. لكن انت ما تحطنيش واخد بالك ترميني في بحر وتوقفني وتقول لي ايه يا عم. طب ما انت ما عندكش اعلانات ما عندكش موارد ما عندكش ما عندكش ما عندكش. انا عايز حد يجاوبني يقول لي بنك يعمل ليه اعلان الاهلي وما يعملش الزمالك هو الراعي ليه؟ عشان يقول لك ماشي انت لو سلعه جمهور الاهلي اكتر يا سيدي. ما هو جاوب على السؤال. لا لحظه بس يا سيدي. لو جوا لكن انت دلوقتي كبنك هو اللي كده جمهور هيروح يحط الفلوس في البنك؟ لا طبعا. طيب هنشوف الساده المتابعين في تويتر متابعين.